بيبدأ الفيلم مع جوين اللي بتحكي لنا عن صديقها مايلز اللي لدغه عنكبوت مشع وحوله لبطل خارق، وكمان بتفكرنا باللي حصل في الجزء اللي فات وازاي هم قدروا يهزموا كانغو ويقفلوا بوابة التصادم، وان ارون عم مايلز اتقتل. وبتقول لنا ان هي ومايلز كانوا بدأوا يعجبوا ببعض لكنهم اتفرقوا عشان كان لازم ترجع للبعد بتاعها والا هتموت. وبنكمل مع جوين اللي بتبقى بتعزف على الطبول بمنتهى السرعة علشان تنسى احساسها بالوحدة، بس زميلاتها في الفرقة بيوقفوها وبيطلبوا منها تتكلم معاهم وتحكي لهم عن مشاعرها علشان يخففوا من حملها. فجوين بتقول لهم انها ما انضمتش للفرقة علشان تتكلم عن نفسها وانما علشان تنسى اللي حصل لها، وبتسيبهم وبتمشي. وبنلاحظ ان جوين حاسة بالحزن وبالوحدة وعايشة حياة تعيسة جدا، وبتفتكر صديقها بيتر وباباها الشرطي وعيلتها كلها، وبالرغم من انهم كانوا قريبين منها محدش فيهم كان يعرف انها سبايدر وومن، ولان صديقها بيتر كان بيتعرض للتنمر دايما صنع ترياق علشان يبقى قوي. وفي يوم وجوين في حفلة المدرسة ظهر وحش وبدأ يهاجم الطلاب، لكن سبايدر وومن اللي هي جوين منعته وقدرت انها تهزمه. ولما الوحش ده رجع لطبيعته جوين اتصدمت لما عرفت ان هو صديقها بيتر باركر، وقبل ما يموت قال لها ان هو كان عايز يكون مميز زيها مش اكتر، وعرفها ان هو عارف انها جوين وسابها ومات. ولما الشرطي شاف سبايدر وومن وهي بتهرب من المكان افتكر انها اللي قتلت بيتر باركر، وبسبب اللي حصل الشرطة كلها بقت شايفة ان سبايدر وومن شريرة رغم انها بتساعد الناس. وكمان والد جوين بقى مهتم بقضية بيتر علشان يقبض على سبايدر وومن اللي هي في الحقيقة بنته جوين. وبنرجع لوقتنا الحاضر مع جوين اللي بتوصل للبيت وبيرحب بها والدها، وبيروح لها الاوضة وبيقول لها ان هو اكتشف دليل جديد في قضية سبايدر وومن، وبيعرفها ان هو لازم يقبض عليها لانها مجرمة. فجوين بتدافع عنها وبتسأله عن السبب اللي خلاه متأكد انها قتلت بيتر رغم ان هو ما شافهاش، وبيلاحظ والدها انها حزينة وحاسة بالوحدة فبيخفف عنها وبيواسيها، فبتتأثر جوين وبتحضنه. وفجأة بيسمع في اللاسلك ان في مجرم خطير اسمه فلوتشر بيهاجم المتحف، فبيودع جوين وبينطلق. وبمجرد ما بيمشي بتلبس جوين البدلة بتاعتها وبتخرج من البيت وبتتأرجح بالشباك علشان تروح تساعد الشرطة. وبيوصل والد جوين للمتحف وبيطلب من الضباط يستعدوا علشان هيقتحموا المكان، لكن جوين بتربطه هو وكل اللي موجودين بالشباك وبتسيبهم وبتدخل للمتحف. وجوه المتحف بيهاجمها فلوتشر اللي بيبقى نسر شكله مختلف عن عالم جوين، وكمان بيحصل له خلل. فجوين بتفترض ان هو من بعد تاني وفي بوابة ظهرت له ونقلته للبعد ده، فبيتعصب فلوتشر وبيفهم ان جوين هي السبب في اللي حصل له وبيهاجمها بالاسهم، بس جوين بتتفاداها وبتهاجمه وبتضربه وبتتعلق فيه، لكن فلوتشر بيرميها على الارض وبيخرج شعاعه وبيهاجمها وبيحاول يقتلها، وبيقدر ان هو يمسكها بالخطاف وبيستخدم مخالبه علشان يموتها. لكن فجأة بيتكتف بشباك، والشباك دي بتبقى جاية من بوابة شكلها غريب، وبيخرج من البوابة دي سبايدر مان شكله مختلف وبيهاجم فلوتشر وبينقذ جوين. فجوين بتقرب منه وبتستغرب من شكله ومن شكل الساعة اللي لابسها وبتسأله هو مين، فبيقول لها ان هو ميجيل وحصل معاه نفس اللي حصل معاها، وبيعرفها ان هو من بعد تاني، وبيفهمها ان هو قائد فرقة مخصصة لحماية الاكوان المتعددة. بس جوين بتقطعه وبتسأله اذا كانت الساعة اللي معاه بتخليه يتنقل ما بين الابعاد، فبيقول لها انها اروع من كده بكتير. وفجأة بلوتشر بيرجع يهاجمهم وبيتعلقوا فيه هما الاتنين وبيحاولوا يوقفوه، وبيفضل ميجيل يلوم جوين وبيقول لها انهم السبب في ظهور وحوش من ابعاد مختلفة، وده علشان لما كانت بتقفل جهاز التصادم مع مايلز وبيتر والباقيين اتسببوا في ثقب وخلل ما بين الابعاد. وبيدخل والد جوين والشرطة للمكان وبيحموا الناس وبيساعدهم ميجيل وكمان جوين اللي بتكتف والدها بالشباك، وبيخرج بلوتشر قنابل وبيرميها عليهم، لكن ميجيل بيقدر يتصدى لها كلها، وبيهاجم بلوتشر وبيقطع جناحه لكنه بينمو تاني وبيرجع لطبيعته وبيضرب جوين وكمان ميجيل. وساعتها ميجيل بيطلب من ليلى اللي هي مجرد روبوت انها تستدعي الدعم، وفعلا بتتفتح بوابة تانية وبتخرج منها سبايدر وومن اسمها جيسي وبتهاجم بلوتشر بدرجتها النارية وبتضربه. وبتندهش جوين لما بتعرف ان جيسي حامل، وبيتحدوا هما التلاتة وبيرجعوا يهاجموا بلوتشر، وبتستغل جوين الفرصة وبتضربه، وبيهاجموا ميجيل وبيحاول يمسكه، لكن بلوتشر بيرمي قنبلة وبيدمر السقف وبيطير علشان يهرب. وساعتها ميجيل بيقول لهم انهم لازم يمنعوه والا هيدمر النظام الكوني، وبيخرج بلوتشر من المتحف اللي بيحصل له خلل، لكن ميجيل بيبقى متعلق فيه وبيتحول لفامبايرز بس بيرجع لطبيعته بسرعه. وكمان بتوصل طياره الشرطه وبتطلب منهم يستسلموا والا هيضربوا عليهم نار، لكن بلوتشر بيرمي عليهم شفرات بتدمر اجزاء من الطياره وبتفقدها توازنها وبتخبط فيهم، وبتبقى الطياره هتقع على اللي موجودين في المتحف اللي بيبقى منهم والد جوين. فجوين بتركز وبتنطلق وبتثبت الشباك في كل مكان بسرعه كبيره، وبيساعدها ميجيل
وبينقذ الطيارين قبل ما يقعوا، وكمان بتنضم لهم جيسي وبيمسكوا هما التلاتة الطيارة بالشباك وبيسحبوها بمنتهى القوة، وبسبب الشباك اللي جوين صنعتها بيقدروا يوقفوا الطيارة وينقذوا كل اللي موجودين. وبيقبض ميجيل على بلوتشر وبيبقى هو وجيسي معجبين باللي جوين عملته، وبنلاحظ ان جوين مرهقة جدا وبتقع على الارض وما بتبقاش قادرة تتحرك، وفجأة بيوصل والدها وبيرفع عليها المسدس وبيطلب منها انها تثبت مكانها، ولما جوين بتحاول تهرب بتكتشف ان الشباك خلصت منها، وبيقرب منها والدها وبيطلب منها تنبطح على الارض وبيضرب رصاصة في السقف علشان تنفذ كلامه، فجوين بتحاول تفهمه انها بريئة وانها بتساعد الناس وبتشرح له انها ما قتلتش بيتر باركر، لكن والدها ما بيصدقهاش وبيوجه المسدس ليها وبيبقى على استعداد ان هو يقتلها، وساعتها جوين بتضطر انها تخلع القناع وبتقول له انها كانت عايزة تعترف له بالحقيقة لكنها ترددت، وده علشان كانت خايفة من رد فعله. وطبعا الاب بيبقى مصدوم من اللي شافه لان بنته كانت مخبية عليه حقيقتها طول الفترة اللي فاتت، وبتكمل جوين كلامها وبتشرح له انها ما كانتش تعرف ان الوحش ده صديقها بيتر باركر، وبتطلب منه انه هو يتصرف كأب ويسمحها لانه اخر واحد ليها موجود في العالم، لكن والدها بيبقى متردد جدا وحزين ومش عارف يعمل ايه وبيقرر انه هو يقبض عليها. بس فجأة ميجيل بياخد منه المسدس وبيحبسه جوه درعه وبيمنعه من الحركة، وبتيجي جيسي وبتواسي جوين وبتطمنها وبتروح تقول لميجيل انهم ما ينفعش يسيبوا جوين هنا بعد اللي حصل، فميجيل بيستخدم الساعة وبيفتح بوابة علشان يخرجوا من البعد ده وبيرحب بجوين في الفريق بتاعهم وبيديها ساعة شبه اللي معاه، وبتودع جوين والدها اللي بيبص لها بكل حزن وبتقرر انها تروح مع ميجيل وجيسي. واخيرا بنروح لبعد بطلنا مايلز موراليس اللي هو سبايدر مان، وبنشوف والده ووالدته اللي بيبقوا في مقابلة مع مديرة المدرسة علشان يحددوا مايلز هيخش انهي جامعة، وكالعادة مايلز ما بيبقاش موجود وبيبقوا مستنيينه علشان يقدروا ياخدوا القرار، وبنشوف شخص شكله غريب وهو داخل سوبر ماركت وبيروح لماكينة الاي تي ام، وفجأة الشخص ده بيفتح ثقبه وبيدخل ايده جوه الماكينة وبيحاول يسرق الفلوس، لكن معظم الماكينة بتقع في الثقب، وده بيخلي صاحب المحل يلاحظ اللي حصل وبيروح له وبيحاول يضربه، لكن الشخص الغريب بيتفادى ضرباته وبيعتذر له وبيحاول يشرح له ان دي اول مرة يسرق وان هو كان عالم، وبيفضل يدخل من ثقبه ويخرج من التاني، وبنلاحظ ان هو بيفتح الثقوب دي من غير ما يقصد، وبيقدر ان هو يحبس صاحب المحل في واحدة منهم وبياخد الاي تي ام علشان يهرب، لكن بيقطعه سبايدر مان اللي هو مايلز فبيتخض وبيقع في ثقبه وبيخرج من التاني، وكمان مايلز بيساعد صاحب المحل وبيخرجه من الثقب اللي كان فيه، وساعتها الشخص الغريب بيعرف مايلز ان اسمه سبوت وان دي تاني مرة يقابله فيها، وطبعا مايلز ما بيبقاش فاكره وبيفضل يضحك على التوست اللي بيخرج من بطنه، وبتجيله رسالة من والده وبيبقى لازم يروح يقابله وبيهاجم سبوت لكنه بيهرب من السوبر ماركت، فبيخرج مايلز وراه وبيطارده وبيبدأ يحكي لنا عن اللي حصل معاه الفترة اللي فاتت، وبيعرفنا ان عدى سنة واربع شهور من وقت ما العنكبوت المشاع لدغه وحوله لسبايدر مان، وبيقول لنا ان هو عمل تعديلات على البدلة بتاعته وغير شكلها وفضل يحارب الاشرار ويهزمهم لوحده، وكمان بدأ يتدرب على تطوير طاقته الكهربائية لكنه تسبب في انقطاع الكهرباء عن المدينة كلها، وبنعرف ان هو مفتقد جوين وبيتر وكمان عمه اروين، وعلشان كده بدأ يرسمهم هم وكل اصدقائه على الجدار، وبنرجع لوقتنا الحاضر مع مايلز اللي بيبقى بيطارد سبوت اللي بيدخل من ثقبه وبيخرج من التاني، وبنلاحظ ان مايلز بيواجه صعوبة في القبض على سبوت لانه مختلف عن كل الاشرار اللي قابلهم قبل كده، وبيستخدم الشباك وبيمسك التاكسي وبينقذ الناس وبيرجع يطارد سبوت وبيهاجمه وبيضربه، وكل لما سبوت بيدخل من ثقب علشان يهرب مايلز بيروح له وبيضربه، وبيقدر يتفادى كل لكماته اللي بتخرج من الثقوب وبيربطه وبيكتفه وسط شبكة العنكبوت وبيمنعه من الحركة، بعد كده بيروح لأوضته اللي في المدرسة وبيغير هدومه وبينطلق علشان يقابل المديرة والده ووالدته، وبيجري بسرعة وبيمشي على السقف وهو مختفي، وبيدخل للمكتب وبيعتذر لهم عن تأخيره، وبتبدأ المديرة انها تعرفهم درجات مايلز اللي بتبقى كلها جيد جدا او ممتاز، وبتقترح عليهم ان مايلز ينضم لجامعة برينستون علشان يدرس الفيزياء، لكن والدة مايلز بتعترض لان الجامعة دي موجودة في ولاية نيوجيرسي والولاية دي بعيد عنهم جدا، وبتطلب من مايلز ان هو ينضم لاي جامعة موجودة في بروكلين، بس مايلز بيقول لها ان الجامعة دي فيها افضل علماء الفيزياء وهو ممكن يساعدهم علشان يتنقلوا ما بين الابعاد، وبيفكر والده ووالدته ان هم دخلوا المدرسة دي علشان يكون مميز ويقدم حاجة جديدة للعالم، وبيعرفهم ان الجامعة دي فيها اشخاص مميزين هيقدر يتعلم منهم، وفجأة بيحس بخطر وبيشوف سبوت اللي بيبقى قدر يهرب، وساعتها بيودع والده ووالدته وبيمشي، وكمان بتيجي رسالة لجيف ان في مجرم بيسرق مكنة اي تي ام فبيمشي هو كمان، وقبل ماريو اللي هي والدة مايلز تمشي المديرة بتعرفها ان مايلز بيكذب عليهم،
اكيد مخبي حاجه عنهم. وبيرجع مايلز يطارد سبوت وبيقعوا هما الاتنين على عربيه الشرطة جيف وبيدخلوا من ثقبه وبيتنقلوا بين الاماكن وبيفضل جيف يجري وراهم علشان يساعد سبايدر مان، بس بيقعوا هما الثلاثه في ثقبه وبيروحوا لمعمل الكيموكس، وده المكان اللي كان موجود فيه بوابه التصادم. وبيتعصب سبوت جدا وبينقض على مايلز وبيفضل يهاجمه، ولما جيف بيحاول يروح لهم السلم بيتكسر وبيبقى هيقع، بس مايلز بيقدر يلحقه على اخر لحظه وبيفقد سبوت اعصابه وبيقول له مايلز ان هو السبب في اللي حصل له، بس مايلز ما بيبقاش فاكر اي حاجه عنه وبيرمي عليه مجموعه من المعادن. وساعتها سبوت بيعرفه ان هو كان شغال في معمل الكيموكس وان هو اللي عمل التجربه الاولى على جهاز التصادم وجاب عنكبوت مشاع من بعد تاني، وطبعا العنكبوت ده هرب منه وراح لمايلز ولدغه وحوله لسبايدر مان. وبيفتح ثقبه وبيحرر نفسه وبيقول لمايلز ان هو من غيره ما كانش هيبقى سبايدر مان. وطبعا مايلز وجيف ما بيبقوش فاهمين اي حاجه ومستغربين من اللي بيقوله، وبيعرفوا ان هو كان موجود في غرفه التصادم لما هو فجر البوابه، ولانه كان قريب من الانفجار في عينه من الثقب اندمجت معاه وحولته لشكله ده، وبيقول له ان هو بسببه خسر شغله وعيلته وكل حياته، وبيتعصب وبيزلزل المكان بقوته وبيجري في اتجاه مايلز علشان يهاجمه، لكنه بيقع على الارض وبيدخل في ثقبه وبيختفي. وبيستغرب جيف ومايلز من اللي حصل وبيخرجوا من المكان، وبيبقى جيف متضايق لانهم سببوا فوضى في المدينه ومع ذلك ما قبضوش على سبوت. فبيروح له مايلز وبيواسيه وبيقول له ان هو اعظم شرطي في العالم وبيساله عن ابنه مايلز. فجيف بيقول له ان هو ولد صالح ومميز وكمان عبقري، وبيتمنى ان عبقريته دي ما تكونش السبب في تدمير حياته. وبيقول لسبايدر مان اللي هو مايلز في الحقيقه ان نفسه ابنه يكون صريح معاه ويحكي له كل حاجه، وبيعرفه ان اكتر حاجه خايف منها ان مايلز يبعد عنهم او ان هو ما يكونش اب صالح بالنسبه له. فبيتاثر مايلز جدا بكلام والده وبيودعه وبيمشي من المكان. وبنروح لسبوت اللي بيلاقي نفسه في مكان غريب مليان ثقوب سودا، وبمجرد ما بيحط راسه في واحد من الثقوب دي بيلاقي نفسه في بعد تاني، وكل لما بيدخل في ثقب بيلاقي نفسه في بعد مختلف عن اللي قبله. فبيفهم ان بالثقوب دي هيقدر يتنقل ما بين الاكوان المتعدده، وبيقع في ثقب بيرجعه لمكان جهاز التصادم، لكن بيتفاجئ ان كل الثقوب اختفت من على جسمه، بس بتجيله فكره علشان يزود الثقوب دي ويقدر ينتقم من مايلز. وفي واحد من الابعاد اللي سبوت راح لها بنشوف نسخه من سبايدر مان وهو بيكلم ميجيل وبيعرفه اللي حصل. وبنروح لوالد ووالده مايلز اللي بيبقوا عاملين حفله وعازمين كل اصدقائهم، وده لان جيف هيترقى ويبقى نقيب. وبنشوف ريو وهي بتدور على ابنها وبتسال عليه المعازيم، لكن مايلز ما بيبقاش موجود. في الوقت ده بيبقى مايلز في محل الحلويات وبيجهز تورته علشان يقدمها لبابا ومامته، ولانه مش قادر يستخدم الشباك بيضطر ان هو يركب المترو، ولسوء الحظ بيقابل واحد من الاشرار، بس مايلز بيكهربه بكل سهوله، ولما بيجي يركب التاكسي التاكسي بياخد التورته وبيمشي وبيفضل مايلز يجري وراه. وبنرجع لوالد مايلز اللي بيشكر كل اللي موجودين على حضورهم وبيعرفهم ان هو مفتقد اخوه اروين جدا، وبيقول لريو قد ايه هو بيحبها وان هو ما كانش هيقدر يوصل للترقيه دي من غيرها. ولما بيجي يتكلم عن مايلز بيكتشف ان هو مش موجود، ومع ذلك بيكمل كلامه وبيقول له ان هو اكتر سبب مخليه مستمر لحد دلوقتي، وبيعرفه ان هو هيكون جنبه مهما حصل. بعد كده بيشغلوا الموسيقى وبيرجعوا يكملوا الاحتفال تاني. في الوقت ده بيوصل مايلز للبيت وبيغير هدومه وهو على السلم وبياخد التورته وبيطلع للسطح وبيرحب بكل اللي موجودين، ولما مايلز بيبص وراه بيتفاجئ بوجود والده ووالدته اللي بيبقوا متعصبين. فبيعتذر لهم مايلز عن التاخير وبيقول لهم ان ده بسبب التورته اللي بتبقى باظت، وبيبقوا هما الاثنين متضايقين من تصرفات مايلز الفتره الاخيره، وكل لما بيحاول يهرب منهم بيلاقيهم قدامه، وبيتعصبوا اكتر لان مايلز بيتجاهلهم وبيكلمهم بطريقه مش كويسه، وعلشان كده جيف بيقول له ان هو معاقب لمده شهرين. فبيتضايق مايلز وبيسيبهم وبيمشي وبيروح له الاوضه بتاعته وبيلبس السماعه وبينام على السرير، وفجاه بتبدا كل حاجه حواليه تطير وبتظهر بوابه وبتخرج جوين من البوابه دي. وبيبقى مايلز مستغرب من اللي حصل وبيسالها هي عملت كده ازاي، بس جوين بتحضنه وبتقول له ان شكله بقى اكبر من اخر مره شافته فيها، وبتفضل تتفرج على الاوضه بتاعته وبتنبهر لما بتشوف الرسومات اللي هو رسمها لها، وبتقول له انها كمان كانت مفتقداه، وبتخرج من الشباك وبتطلب منه يجي معاها. وطبعا مايلز بيبقى متردد لانه المفروض معاقب. وبعد شويه بيدخل والد ووالده مايلز الاوضه وبيستغربوا ان هو مش موجود، وبتتضايق والدته لما بتلاقي الجاكيت بتاع جوين على السرير بتاع ابنها. في الوقت ده بيبقى مايلز مع جوين اللي بتحكي له عن اللي حصل معاها، وبتعرفه انها بقت ضمن فرقه مخصصه لحمايه الاكوان المتعدده، وبيفضلوا يتارجحوا هما الاثنين وسط شوارع المدينه وبيعدوا من بين العربيات بمهاره كبيره. ولما مايلز بيسالها عن المده اللي قضيتها مع الفريق بتعرفه
انها بقالها معاهم شهرين، وبيتارجحوا بالشباك وسط المدينه وبيقبضوا على واحد من اللصوص وبيرجعوا الشنطه لصاحبتها. بعد كده مايلز بيسال جوين عن السبب اللي خلاها تيجي تحديدا في الوقت ده، لكن جوين بتبقى اختفت، وبنشوف ان جوين مستخبيه من مايلز وبتخرج جهاز من الساعه وبتسيبه على الجدار، والجهاز ده بيبقى موجه على سبوت اللي بيبقى بيخطط لحاجه معينه. وبترجع جوين لمايلز وبيتارجحوا مع بعض وبيطلعوا فوق واحد من المباني، وبيقترح مايلز على جوين ان هو يعترف لوالده ووالدته بالحقيقه ويعرفهم ان هو سبايدر مان، لكن جوين بتقول له ان دي فكره سيئه وبتلف على الارض وبتقعد على السقف، فمايلز بيروح لها وبيقعد جنبها. وساعتها جوين بتقول له ان هو الوحيد اللي بقى صديق حقيقي ليها بعد وفاه بيتر، فمايلز بيقول لها لانهم شبه بعض وبيحاول يقرب ايديه منها علشان يعترف لها بحبه، لكن جوين بتقول له ان في معظم الاكوان علاقه سبايدر مان بتنتهي بموت واحد من الطرفين، فبيتردد مايلز وبيقرر ان هو ما يصرحهاش بمشاعره، وده بيخلي جوين تسند على كتفه. وبالليل بيسرقوا الاكل من الحفله وبيفضلوا ياكلوا مع بعض، وبتبقى جوين معجبه بطعم الاكل جدا. وبيتفرج مايلز على الساعه بتاعتها وبيسالها ازاي يقدر يلفت انتباه ميجيل علشان يبقى واحد من الفريق، وبيقول لها ان هو لو بقى معاه ساعه زي دي هيقدر يروح معاها في اي مكان، فجوين بتاخد منه الساعه وبتقول له ان الفريق ده مكون من اعضاء قليلين جدا ومفيش اي مكان ليه. وبيبقى والد ووالده مايلز شايفينهم من بعيد، وبتروح لهم ريو وبتتعرف على جوين وبتديها الجاكيت بتاعها، وبيجي جيف وبيبقى مستغرب من جوين لانها عارفاهم كويس وكمان سعيده بوجودهم، وبيعرفهم مايلز عليها وبيقول لهم ان دي جوين صديقته من المدرسه. وبتتصرف ريو بغرابه وبتقول لجوين انها ما تاخدش ابنها منها وبتعرفها ان هو معاقب، وفجاه ساعد جوين بتخرج انذار فبتعتذر لهم وبتقول لهم انها لازم ترجع للبيت وبتسيبهم وبتمشي. وبيحزن مايلز لان دي اخر مره هيشوفها فيها، وكمان بتبقى جوين متاثره جدا. وساعتها جيف بيسيبهم وبيمشي، وبتروح ريو لمايلز وبتعتذر له عن اللي حصل، وبتقول له ان هو يقدر يقول لها عن اي سر مخبيه عنها وهي مش هتتضايق او تلومه، فبيتردد مايلز وبيبقى عايز يعترف لها ان هو سبايدر مان لكنه ما بيقدرش يعمل كده، وده بيخلي والدته تقول له ان جوين بنت لطيفه وهو يقدر يروح معاها، وبتعرفه انها بتجهزه من وهو صغير علشان يكون مميز، وبتقول له ان هو مش هيلاقي حد في العالم كله يحبه ويخاف عليه ويهتم بيه زيه هي ووالده، وبتطلب منه ان هو يهتم بنفسه ده علشانها مش علشانه، وبتفكره ان هو يجيب لها تورته وهو راجع للبيت، فبيشكرها مايلز وبيودعها وبيسيبها وبيمشي، وهو نازل على السلم بيغير اللبس بتاعه وبيتارجح بالشباك وبيروح ورا جوين وبيراقبها من بعيد وبيختفي علشان ما تشوفهوش، وبيدخل لنفس المكان اللي هي فيه وبيشوف جوين وهي بتفحص المكان باجهزه من الساعه علشان تعرف اللي حصل. وبيبقى مايلز مختفي وبيندهش لما بيشوف صوره للعنكبوت اللي لدغه اللي بيبقى رقم 42، وبتستخدم جوين الساعه وبتستغل الفحص اللي عملته وبتشوف سبوت وهو بيكون مجسم صغير من بوابه التصادم، وبيشغل البوابه وبيكون ثقب اسود، وبيتصدم مايلز لما بيسمعه وهو بيقول ان هو هيدمر حياه سبايدر مان زي ما عمل معاه، وبمجرد ما سبوت بيلمس الثقب الاسود بيندمج معاه وقوته بتزيد وبيختفي من المكان. وبتبقى جوين مذعوره من اللي حصل وبتلوم نفسها، وفجاه بيظهر لها مجسم جيسي وبتسالها عن الشرير اللي المفروض هي هنا علشان تراقبه، وبتحسسها بالذنب لانها سابت مهمتها الاساسيه علشان تروح تقابل صديقها، وبتعرفها ان ده الشخص الوحيد اللي ما ينفعش ينضم لهم. وطبعا مايلز بيبقى مختفي وسامع وشايف كل اللي بيحصل، وبتعتذر جوين لجيسي وبتعرفها انها مش هتيجي للبعد ده تاني ولا حتى هتقابل صديقها مايلز نهائيا. وبتتواصل معاهم ليلى وبتعرفهم ان سبوت بيقدر يصنع ثقوب وبيتنقل ما بين الابعاد بكل حريه، فبتتصدم جيسي وبتقول لجوين ان ده ممكن يكون الشخص المسؤول عن الخلل في النظام الكوني، فجوين بتترجاها ما تعرفش ميجيل اللي حصل لانه ممكن يرجعها للبعد بتاعها تاني، وبتطلب منها تديها فرصه اخيره وهي هتقبض على سبوت، فبتوافق جيسي وبتفتح لها بوابه للبعد اللي سبوت موجود فيه وبتسيبها وبتختفي. وبيتضايق مايلز لما بيشوف جوين حزينه وبتعيط وبتبص في اتجاهه لكنها ما بتشوفهوش، وبيبان عليها انها تفتقده جدا وبتسيبه وبتدخل للبوابه. وساعتها مايلز بيبص على بيته وبيتردد يروح ورا جوين ولا يرجع لوالده ووالدته، وبياخد قراره وبيدخل من البوابه وبيتنقل لبعد تاني وبيروح ورا جوين، وبيكتشف ان هو موجود في مومباي ودي مدينه في الهند. وبنشوف سبوت اللي بيبقى بيتنقل من خلال الفجوات وبيسال السكان عن مكان معمل الكيموكس، ولما جوين بتهاجمه بيضربها وبيوقعها، لكن مايلز بيتدخل وبيمسكها، فبتستغرب جوين من وجوده وبتقول له ان هو المفروض ما يكونش هنا، وفجاه بيحصل خلل لمايلز وبيقع هو كمان، وعلى اخر لحظه بيتسحب بشبكه وبيبقى باف
هو اللي انقذه، وبيحكي لنا باف عن حياته ان هو سبايدر مان واستخدم قوته علشان ينقذ الناس، وبيعرفنا على البنت اللي هو معجب بيها ووالدها النقيب اللي كان بيراقبهم باستمرار، وبيكملوا هما التلاتة مطاردة سبوت اللي بيبقى باين ان هو بقى اقوى من الاول، وبيقدر ان هو يفتح الثقوب بكل سهولة، وبيتنقل من مكان لمكان بسرعة كبيرة، وبيجري مايلز وراه وبيحاول يضربه لكنه ما بيقدرش، وبيفضلوا هما التلاتة يطاردوا سبوت لحد لما بيدخل معمل الكيموكس، وده المكان اللي موجود فيه بوابة التصادم، وبيروح لمكان الاختبار وبيشغل الدرع وبيمنع مايلز وجوين وباف انهم يدخلوا، ومهما استخدموا قوتهم علشان يدمروا الدرع ما بيقدروش، وده لانه مصنوع من حقل طاقة. وساعتها مايلز بتجيله فكرة وبيستخدم ايديه وبيبدا ان هو يمتص الطاقة دي علشان يدمر الدرع، لكن فجأة بيجي هوبي وده نسخة من سبايدر مان وبيعزف على الجيتار وبيدمر الدرع بسهولة، وبنعرف ان هوبي شخص نرجسي ومتفاخر جدا، وبينصح مايلز ان هو يبقى يستخدم ايديه كلها مش صوابعه بس، وبيتحدوا هما الاربعه وبيهاجموا سبوت اللي بيرمي عليهم الثقوب وبيخليهم يخبطوا في بعض، وبيدخل هوبي وباف وجوين جوه ثقب وبيوقعهم على الارض، وبيقول لمايلز ان هو بسببه بقى اضحوكه، وبيعرفه ان هو هيسلب منه كل حياته، وفجاه بتشتغل بوابه التصادم وبتكون ثقب اسود عملاق وبيقرب سبوت منه، لكن مايلز بيمسكه بالشبكه وبتساعده جوين وباف وهوبي وبيعرفوا ان هو مش اضحوكه وبيحاولوا يهدوه، بس سبوت بيقطع الشبكه وبيدخل في الثقب وبيمتص كل الطاقه وبيفجر المكان وبيتحول للون الاسود وبيبقى شكله مرعب، وبيأكد لمايلز ان هو هيسلب منه كل حاجه زي ما عمل معاه، وبيقول له ان هو مستنيه في البعد بتاعهم وبيودعه وبيختفي من المكان، وبيجري مايلز هو واصدقائه وبيخرجوا من معمل الكيموكس اللي بيبقى على وشك الانهيار، وكمان جزء كبير منه بيتدمر وبيبدا يقع، فمايلز بيطلب من جوين وهوب انهم يوقفوا المبنى، وبينطلق هو وباف وبيروحوا ينقذوا السكان، وبيتارجحوا هما الاربعه بسرعه وبينفذوا المطلوب منهم، لكن المبنى بيبقى تقيل جدا وبيقطع الشباك، وساعتها بيكتشفوا ان في كارثه هتحصل وان المبنى هيقع على جسر مليان بشر، وبينطلقوا هما الاربعه وبيبداوا ينقلوا الناس من على الجسر باقصى سرعه ممكنه، وبيتدمر جزء من الجسر وبيبقى في باص هيقع، وكمان بيبقى في الباص ده البنت اللي باف معجب بيها، وبيشوفهم باف وبيقدر ان هو يلحق الباص على اخر لحظه، وبيتشبت في الحافه باقصى قوته وما بيبقاش قادر يتحرك، وفي جزء تاني من الجسر بنشوف بنت صغيره خايفه انها تتحرك من مكانها، لكن النقيب اللي هو والد البنت اللي باف معجب بيها بيروح لها علشان يساعدها، بس الصخور بتقع عليهم من كل مكان وبيبقوا هيموتوا، وبيشوفهم باف وما بيبقاش قادر يساعدهم، ولحسن الحظ مايلز بياخد باله لما بيجي يروح لهم، جوين بتمنعه وبتقول له ان ده خطر جدا، فبيستغرب مايلز وبيسيبها وبينطلق وبيشيل النقيب والبنت الصغيره وبيجري بيهم، وبعد لما الانهيار بينتهي هوبي بيساعد باف وبيسحبوا الباص، وبتروح جوين تطمن على مايلز وبتفرح ان هو لسه عايش وكمان قدر ينقذ البنت الصغيره والنقيب، والسبب اللي عملوه بيحييهم كل اللي موجودين وبيشكروهم على شجاعتهم، لكن فجاه بيحصل خلل للمباني وبيظهر ثقب اسود عملاق وبيبدا يمتص كل حاجه، وبتتفتح بوابه تانية وبيخرج منها روبوت عملاق، وبينزل من الروبوت ده جيسي ومعاها مجموعه من العلماء، والعلماء دول بيروحوا لمكان الثقب وبيسيطروا عليه باجهزه معينه علشان ما يكبرش، وساعتها بنفهم ان الموضوع اكبر بكتير مما نتصور، وان مايلز ما يعرفش اي حاجه عن الخطر اللي بيواجههم، وبتقول جيسي لجوين واللي معاها ان ميجيل عايز يقابلهم كلهم بما فيهم مايلز في المقر الرئيسي، وطبعا مايلز بيبقى فرحان جدا وبيروح معاهم للمقر الرئيسي اللي بيبقى في مدينه نيويورك بس في المستقبل، وبيتفاجئ مايلز من نسخ سبايدر مان كتير جدا واللي بيبقى كل واحد فيهم شكله مختلف عن التاني، وبيبقى مستغرب لانه مش من ضمن فريق ميجيل رغم ان هو سبايدر مان زي كل اللي موجودين، لكن فجاه بيحصل له خلل فبتديله جيسي سوار وبيلبس السوار ده علشان ما يحصل لهوش خلل تاني، وبيكملوا ماشي علشان يروحوا يقابلوا ميجيل، وبينبهر مايلز من وجود اشرار محبوسين من ابعاد مختلفه، وبالصدفه بيقابل مارجو المسؤوله عن ارسال كل شرير للبعد بتاعه، وبيظهر آلي على شكل عنكبوت وبيكون درع حوالين واحد من الاشرار، وبيتعرف على حمضه النووي وبيبعته للبعد بتاعه، وبيقول هوبي وجويل لمايلز ان الاله دي اسمها بوابه الرجوع للديار، وبنروح لميجيل اللي بيبقى مراقب كل تحركات مايلز وبيحقن نفسه بماده غريبه، وبنلاحظ ان هو متعصب جدا من اللي حصل، وبنرجع لمايلز واللي معاه وهم في طريقهم لميجيل، وبيفضل هوبي يلح على مايلز وبينصحه ما ينضم لهمش لانه مش عارف هيواجه ايه، وطبعا مايلز بيبقى رافض كلامه نهائيا، وبيروح هو وجوين يقابلوا ميجيل اللي بيبقى متضايق من وجود مايلز، لكن مايلز بيتكلم معاه بحماس وبيعرفه ان هو هيهتم بظبطه وهيقبض عليه، فبيتعصب ميجيل وبيقول
بيقول له ان سبوت ما بيشكلش تهديد بالنسبه ليهم وبيلومه لانه تسبب في ثقب تاني في الاكوان المتعدده. وطبعا مايلز ما بيبقاش فاهم اي حاجه وبتحاول جوين انها تدافع عنه، وفجاه بيجي بيتر باركر وبيطلب من ميجيل ان هو يكون هين مع مايلز لانه ما يعرفش اي حاجه عن اللي بيحصل. فبيفرح مايلز جدا وبيروح يحضنه وبيندهش لما بيشوف بنته الصغيره اللي بيبقى عندها قدرات سبايدر مان. وبيكمل ميجيل كلامه وبيقول له مايلز ان هو تسبب في تعطيل النظام الكوني لما كان في مدينه مومباي. فبيستغرب مايلز وبيقول له ان هو كان بينقذ الناس مش اكتر. وساعتها ميجيل بيقول له ان دي هي المشكله، وبيطلب من ليلى انها تعرض رسم توضيحي للي حصل. وبيضلم المكان وبتظهر شباك حمراء كتير جدا، وبيبدا ميجيل يشرح لمايلز وبيفهمه ان كل نسخ سبايدر مان حياتهم مرتبطه ببعض وحصل لهم نفس اللي حصل لكل واحد فيهم، وبيوري له ان كل واحد من النسخ دي فقط حد عزيز عليه، وبالنسبه لمايلز كان عمه اروين. وبيعرفه كمان ان في كل بعد لازم يموت نقيب شرطه قريب من سبايدر مان في حادث انهيار المباني، وبيوري له اللي حصل في مومباي وبيقول له النقيب ده كان لازم يموت علشان كده جوين حاولت تمنعه. وبيعرفه ان بسبب اللي عمله البعد بتاع باف بدا يتفكك، ولو ما قدروش يوقفوا الثقب البعد كله هينهار. وبيفهمه ان ده اللي بيحصل لما بيغيروا اي حاجه في النظام الكوني، وبيقول له ان هو غلط نفس غلطته قبل كده. وبيحكي له ان في بعد تاني كان في نسخه شبهه بالظبط لكن النسخه دي اتقتلت، وساعتها هو بدل نفسه بالنسخه دي وعاش حياه سعيده مع بنت النسخه اللي ماتت، وبسبب اللي هو عمله البنت وكل الناس اختفت والبعد باكمله اتدمر. فبيفتكر مايلز ان والده على وشك ان هو يترقى ويكون نقيب، وده معناه ان هو هيتعرض للموت بعد يومين، وبيفقد اعصابه وبيطلب منهم يرجعوا له البعد بتاعه بسرعه. وطبعا ميجيل بيرفض، وده لان لو مايلز غير اي حاجه في النظام الكوني البعد باكمله هيتدمر. فبيتعصب مايلز وبيقول له ان هو ما يقدرش يستنى هنا ويسيب والده يموت من غير ما يحاول ينقذه. وبيفكر جوين ان والدها نقيب واكيد هيحصل له نفس اللي هيحصل لوالده. وبيفضل مايلز يلوم بيتر وكل اللي موجودين لانهم سمحوا ان ده يحصل في معظم الاكوان من غير ما يدوروا على اي حل تاني. فميجيل بيعرفه انه قدامه خيارين، يا ينقذ شخص واحد او ينقذ العالم كله، لكن مايلز بيبقى معترض وبيقول لهم ان كونه سبايدر مان لازم يحاول ينقذ الطرفين. وبيستغرب لما بيلاقي نسخ كتير من سبايدر مان موجوده حواليه، وكمان بتيجي بينه وبتقول له ان ده هو الحل الوحيد وبيتفق معاها كل اللي موجودين. وساعتها مايلز بيفقد ثقته في جوين وبيتر وكل اللي حواليه، فبيستغل ميجيل الفرصه وبيحبسه في درع من الطاقه، وما بيبقاش مايلز قادر ان هو يخرج من الدرع ده. فهو بيشاور له علشان يستخدم ايديه كلها، وفعلا مايلز بيمتص طاقه الدرع وبيفجره وبيطير كل اللي موجودين، وبيجري بسرعه علشان يهرب من المكان. وبيجري ميجيل وراه هو وكل نسخ سبايدر مان، وبيستغل هو بالفرصه وبيهرب. وبيتواصل ميجيل مع كل اللي في المقر الرئيسي وبيطلب منهم انهم يقبضوا على مايلز موراليس. وبيفضل مايلز يتارجح بالشباك وبيلف في الهواء وبيحاول يهرب من نسخ سبايدر مان اللي بتطارده. وبنشوف ان مايلز ماهر وموهوب جدا وبيقدر يتفادى الهجمات اللي بتجيله من كل مكان، وكمان بيستغرب لما بيشوف ديناصور على شكل سبايدر مان والديناصور ده بيهاجمه وبيحاول يضربه، بس مايلز بيهرب وبيجري وبيطارده عدد كبير جدا من نسخ سبايدر مان. وكمان بينضم لهم ميجيل وبيهاجم مايلز لكنه بيتفاداه وبينط من المقر وبينط وراه كل اللي بيطاردوه. وبيتعلق مايلز في عربيه طايره، بس ميجيل بيقطع الشبكه بتاعته وبتهاجمه جيسي وبتضربه، وقبل ما يقع جوين بتمسكه بشبكه وبتنقذه، لكن مايلز بيقطع الشبكه وبيرفض مساعدتها. وبيتجمع عدد كبير حواليه وبيمسكوه لكنهم بيقعوا في مدينه تحت الارض، فبيستغل مايلز الفرصه وبيحاول يهرب لكنه بيتمسك بشبكه وبيتسحب. وبيبقى اللي عمل كده بيتر وبيحاول يفهمه ان هو مش هيقدر يهرب من هنا مهما عمل، وبيقول له ان هو اكتر شخص مميز وبيتمنى ان بنته تكون زيه، وبيعرفه ان هو بيحبه جدا. فمايلز بيساله عن السبب اللي خلاه ما يجيش يزوره مع انه كان يقدر يعمل كده في اي وقت، وبيقول له ان هو كان مفتقد وجوده هو وجوين. فبيتر بيشرح له ان في حاجات سيئه وحاجات كويسه لازم تحصل في حياه كل واحد منهم علشان تحدد شخصيته. وفجاه بتشتغل ساعه بيتر وبتحدد مكان مايلز، وبيحاول بيتر يوقفها لكنه ما بيقدرش. فبيفهم مايلز ان بيتر كان بيخدعه وبيهرب من المكان، لكن جوين وجيسي وكمان بيتر بيرجعوا يطاردوه. وبيبقوا شايفين ان مايلز غبي لانه مهما حاول يهرب مش هيقدر يرجع للبعد بتاعه، وبتنقض على جيسي وبتهاجمه، لكن مايلز بيضربها وبيكتفها بالشباك. وبيوصل ميجيل وبيطارد مايلز وبيهاجمه وبيتريق عليه لان مفيش اي فايده من اللي بيعمله، بس مايلز بيفضل يتفادى هجماته وبالغلط
غلط ميجيل بيقلع السوار بتاعه، وطبعا ده بيخلي مايلز يحصل له خلل لكنه بيمسك في المترو اللي بيطلع بيه البرج عالي جدا في السماء، بس ميجيل بيروح وراه وبيقرب منه. ساعتها مايلز بيثق في نفسه وبينط وبيهاجم ميجيل وبيضربه، فبيتعصب ميجيل وبينقض عليه وبيضربه، لكن مايلز بيدافع عن نفسه وبيصد ضرباته وبيبعد عنه، وده بيخلي ميجيل يتعصب اكتر وبيقول لمايلز ان هو النسخه التالفه الاصليه، وبيعرفه ان المفروض ما يكونش هو سبايدر مان لان العنكبوت اللي لدغه كان جاي من بعد تاني، وبيفهمه ان البعد ده ما فيهوش سبايدر مان علشان يحمي الناس. وطبعا مايلز بيبقى بيحصل له خلل لانه مش لابس ساعه او حتى سوار، وبيستغل ميجيل الفرصه وبينقض عليه وبيهبده في المترو وبيثبته مكانه. وبنشوف جوين وكمان بيتر اللي بيبقوا قربوا منهم وبيحاولوا يمنعوا ميجيل ان هو يكمل كلامه، لكن ميجيل بيقول لمايلز ان لو العنكبوت ما كانش لدغه كان زمان بيتر باركر اللي في البعد بتاعه لسه عايش، وبيقول له ان هو مش سبايدر مان ولا هيكون ابدا واحد منهم. وبيتضايق مايلز اكتر لما بيعرف ان جوين وبيتر كانوا عارفين الموضوع ده ومخبيينه عنه، وبيفضل ميجيل يضرب فيه وبيمنعه من الحركه وبيقول له ان هو مجرد نكره. وساعتها مايلز بيفاجئه وبيقول له ان هو كان مخطط لكل ده، وبيعرفه ان هو استدرك كل نسخ سبايدر مان علشان تيجي وراه، وبيحط ايديه على كتف ميجيل وبيبدا ان هو يمتص طاقته وبيقول له ان دي قصته وهو هيكملها زي ما هو عايزها تكون، وبيكهربه وبيطيره بعيد وبيبص لجوين وبيتر وبينط من المترو وبيختفي، لكن ميجيل بيروح وراه. وبتبقى جوين وبيتر مصدومين لان مايلز استدركهم كلهم وخلى المقر الرئيسي فاضي علشان يروح لهناك ويرجع للبعد بتاعه، وفعلا بيوصل مايلز للمقر الرئيسي اللي ما بيبقاش فيه غير مارجو اللي بتحس بحاجه غريبه لكنها ما بتبقاش شايفه مايلز لانه بيبقى مختفي، وبيشغل مايلز جهاز الرجوع للديار، وكل لما مارجو بتوقفه مايلز بيرجع يشغله تاني، وبيخرج العنكبوت الالي وبيبدا يكون درع حوالين مايلز علشان يرجعه للبعد بتاعه، وبتحاول مارجو وليلى انهم يوقفوا الجهاز بكل الطرق الممكنه لكن ده بيبقى صعب جدا. وبيوصل ميجيل للمكان وبينقض على مايلز وبيحاول يخرجه من الدرع وبيبقى على وشك ان هو يعمل كده، وفي نفس اللحظه دي بتقدر مارجو تتحكم في النظام وبيبقى ليها القدره انها توقف العنكبوت وتمنع مايلز، لكنها بتتعاطف معاه وبترفض تعمل كده، وساعتها بيكمل الدرع وبيختفي مايلز وبيرجع للبعد بتاعه. وبيتعصب ميجيل جدا وبيلوم جويل لانها لو ما كانتش راحت لمايلز من البدايه ما كانش كل ده حصل، وبيجي العنكبوت الالي وبياخدها وبيكون حواليها درع وبيمنعها من الخروج وبيرجعها للبعد بتاعها. وبتبقى جوين حزينه جدا ومتعصبه من اللي حصل وبتحاول تستخدم الساعه علشان تروح تساعد صديقها مايلز، لكن ما بيبقاش ليها اي صلاحيات وبكده مش هتقدر تتنقل ما بين الابعاد. وبنروح لميجيل اللي بيطلب من جيسي وبين انهم يجوا معاه وبيدخلوا في البوابه وبيختفوا، اما بيتر بيرجع للبعد بتاعه وبينيم بنته الصغيره في سريرها، وبتبقى ام جي ملاحظه ان بيتر متضايق وبتحاول تخفف عنه، وفي نفس الوقت ده بيوصل مايلز للبعد بتاعه وبينطلق علشان يروح لبيته ويطمن على والده ووالدته، وبيبقى ميجيل واللي معاه وصلوا لنفس البعد وخلى جيسي تروح تراقب جيف والد مايلز، وبيقف هو على سطح مبنى وبيراقب بيت مايلز من جهه وبيخلي بين يراقبه من الجهه الثانيه، اما جوين بترجع لبيتها وبتبص على والدها وهو نايم وبتتفاجئ لما بتعرف ان هو شاف صورتها هي ومايلز، ولما بتيجي تمشي والدها بيشوفها وبيطلب منها ان هو يتكلم معاها، فجوين بتروح وراه وبتقول له ان هو شرطي صالح وهي بتحاول تكون زيه بس بطريقتها الخاصه، وبتفقد اعصابها وبتشرح له قد ايه هي وحيده ومش عارفه السبب في وجودها ولا قادره انها تساعد صديقها، وبتطلب منه ان هو يقبض عليها اذا كان شاكك انها اللي قتلت بيتر باركر، فبيقول لها ان هو مش هيقدر يعمل كده لانه قرر يتخلى عن وظيفته كشرط وده لان بنته اهم حاجه في حياته، فبتتغير مشاعر جوين وبتحضن والدها اللي بيحضنها هو كمان، وبيديها صندوق وبيقول لها ان الصندوق ده هيساعدها علشان تقدر تنقذ صديقها، وبيعرفها ان في شخص شكله غريب هو اللي ساب لها الصندوق ده، ولما جوين بتفتحه بتتفاجئ بساعه زي اللي كانت معاها وبتعرف ان هوبي هو اللي صنعها لها، وبتلبس الساعه وبتفتح بوابه وبتودع والدها وبتدخل من البوابه دي. في الوقت ده بيبقى مايلز بيتارجح بالشبكه وسط المدينه وبيفتكر كل اللي حصل معاه وذكرياته مع عمه اروين، وبنروح لبين اللي بيلاحظ ظهور بوابه جنب بيت مايلز، ولما بيقرب منها جوين بتحذفه جواها وبتدمر الساعه بتاعته. في اللحظه دي بيوصل مايلز للبيت وبيدخل من الشباك وبيبقى فرحان لانه رجع اخيرا، وبمجرد ما والدته بتفتح الباب بيبقى لبس الجاكيت وبيحضنها وبيطمن عليها وبيقول لها ان
انها كان عندها حق في كل الكلام اللي قالته له، لان محدش هيحبه زي عيلته، وبيعرفها ان هو هزم كل اللي حاولوا يتصدوا له، وفهم قد ايه هو قوي، وبيعترف لها ان هو سبايدر مان. فبتستغرب ريو وما بتبقاش عارفه مين هو سبايدر مان، وشايفه ان مايلز بيتصرف بغرابه. في نفس اللحظه دي بتقرب جوين من الشباك وبتدخل لاوضه مايلز هي كمان، وبنشوف مايلز اللي بيبقى في نفس الاوضه لكن جوين ما بتبقاش موجوده معاه. وفجاه بيحصل خلل لمايلز وبيفهم ان هو موجود في بعد تاني غير البعد بتاعه، وده لان العنكبوت اللي لدغه كان من البعد 42، وده نفس البعد اللي العنكبوت الالي بعت مايلز ليه. ومره واحده بيتفتح الباب وبيدخل اروين، وبيتوتر مايلز لما بيشوفه، مع ذلك بيحضنه. فبيستغرب اروين وبيساله عن السبب اللي خلاه يقص شعره، وبيقول له انهم لازم يمشوا من هنا، وبيروح مايلز وراه. وبيطلعوا هما الاتنين على سطح البيت، وبيتصدم مايلز لما بيشوف صوره جيف مرسومه على الجدار، وبيعرف ان هو مات، وبيفهم ان البعد ده ما فيهوش سبايدر مان. وفجاه شخص بيهاجمه وبيفقده الوعي. في الوقت ده جوين بتفهم ان مايلز موجود في بعد تاني، وبتسمع والده ووالدته اللي بيبقوا قلقانين عليه، وبيلوم كل واحد منهم نفسه لانه السبب في ان ابنهم يبعد عنهم. لكن بتخرج لهم جوين وهي لابسه جاكيت مايلز، وبتعرفهم ان دي غلطتها. فبيتعصب جيف وريو وبيسالوها عن مكان مايلز وعن سبب وجودها هنا. فجوين بتقول لهم انها دخلت من الشباك، وبتفهمهم ان والدها شرطي وانها بتحاول تساعد مايلز مش تاخده منهم، وبتفهمهم ان مايلز بيحبهم اكتر بكتير مما هم متصورينه، وبتعرفهم انها هتعمل اي حاجه علشان ترجعه لهم، وبتسيبهم وبتخرج وبتطلع للسطح وبتشغل الساعه وبتفتح بوابه. وبنروح لمايلز اللي بيفتح عينيه وبيكتشف ان هو مربوط بحبل، وبيتكلم مع عمه اروين وبيحاول يشرح له ان هو مش من البعد ده، وبيطلب منه يحرره، لكن اروين ما بيردش عليه وبيفضل يتجاهل كلامه. وبيترعب مايلز لما بيشوف باولر اللي بيلبس القفاز، وبيقرب منه وبيساله اذا كان والده لسه عايش. فمايلز بياكد له ان هو لسه عايش، وبيساله هو مين، فبيخلع القناع وبيعرفه ان هو مايلز موراليس او باولر الشرير. وطبعا بيدق الرعب في قلب مايلز، وبيعرفه ان هو لازم يرجع للبعد بتاعه والا والده هيموت. بس باولر اللي هو مايلز الشرير بيرفض، وده لان ما عندهوش اي سبب يخليه يعمل كده. وفي البعد بتاع مايلز بيظهر سبوت اللي بيبقى شكله بقى اقوى من الاول بكتير جدا. اما بيتر بيتفاجئ بوجود جوين، وبيقرر يروح معاها هو وبنته علشان ينقذوا مايلز، وبينضم لهم باف وهابي ومارجو وكمان اصدقائهم من الجزء الاول. يا ترى جوين واللي معاها هيقدروا ينقذوا صديقهم مايلز ويرجعوا للعالم بتاعه؟ وايه هي حكايه مايلز الشرير هو وعمه اروين، وايه هو اللي بيخططوا له؟ كل ده واكتر بكتير هنعرفه في ملخص الجزء الثالث اللي لسه مش عارفين استوديو مارفل هينزلوا امتى. وفي النهاية ما تنساش تدعمنا باللايك وتعمل شير لأصحابك وتشترك في القناة علشان تشوف الفيديوهات الجاية، وكمان تخش تشوف الفيديوهات اللي فاتت. سلام.